مرحبا أصدقائي في حصة جديدة من حصص القرآن الكريم. القرآن كلام من؟ أحسنتم، القرآن كلام الله تعالى. على من أنزله؟ أحسنتم، على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا أنزل الله القرآن؟ أحسنتم، ليهدينا الصراط المستقيم، طريق الجنة، طريق الفوز والنجاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. إذا لازلنا مع سورة الانشقاق، واليوم سندرس الجزء الثالث من هذه السورة من الآية 10 إلى الآية 15. الآن ما نوع هذه السورة؟ قبل أن نبدأ، ما نوع السورة تذكرون؟ أحسنتم، هي سورة مكية. كم عدد آياتها؟ أحسنتم، 25 آية. هيا مستعدون لنستمع لهذه الآيات البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. أحسنتم، بارك الله فيكم. الآن أقرأ وتعيدون معي. هيا مستعدون؟ هيا لننطلق. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. أحسنتم، بارك الله فيكم. الآن نمر إلى شرح معاني هذه الآيات الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. إذا رأينا في الجزء السابق الفئة الأولى التي تمسك كتابها بيمينها، الآن الفئة الثانية تمسك كتابها والعياذ بالله بشمالها وراء ظهرها، بشمالها بيدها اليسرى، ولكن أين؟ وراء ظهرها. هي كانت ماذا فعلت؟ أخفت يدها اليسرى عل وعسى أن تمسك كتابها باليمنى، ولكن الكتاب يعرف صاحبه ويعرف اليد التي سيذهب إليها، فيمسك كتابه وراء ظهره والعياذ بالله. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف ماذا؟ فسوف يدعو ثبورا. ما الثبور؟ أحسنتم، الثبور هو الهلاك. إذن فسوف يدعو بالهلاك والعياذ بالله. ويصلى سعيرا، أي أين سيدخل؟ ما هي السعير؟ أحسنتم، إنها النار والعياذ بالله. نسأل الله أن يعيذنا منها نحن وإياكم وجميع المسلمين. إذن ويصلى سعيرا، أي ويدخل إلى نار جهنم والعياذ بالله تعالى. إنه كان في أهله مسرورا. إذن لماذا أدخل
نار جهنم؟ لماذا سيدعو بالثبور؟ لماذا؟ نعم، لأنه ماذا؟ كان في أهله مسرورا. السرور مطلوب، أن تفرح في الدنيا وأن تسر بها هذا أمر مطلوب، أن تعيش حياتك مسرورا سعيدا هذا أمر جيد ومطلوب يريده الله سبحانه وتعالى منا، لا يريد منا أن نعيش في الحزن. ولكن ما معنى أنه كان في أهله مسرورا؟ أي كان مسرورا بعمله السيء، كان مسرورا بعمل السوء وبعمل الشر الذي كان يفعله. المسلم، الإنسان المسلم يسر ويفرح بعمله الصالح، أما غيره فإن عمل يعني وإن عمل عملا سيئا أو عمل شرا ما فإنه لا يسر به بل يحزن ويندم على ما فعل ويتوب إلى الله عز وجل. إذن إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. فما لا يحور؟ أحسنتم، أن لن يرجع، ظن أنه سيعيش فقط في الدنيا وليس بعد الدنيا حساب ولا عقاب. إذن هو يظن بأن الحياة الدنيا فقط هي التي سيعيش فيها وليس هناك ما بعد الحياة الدنيا وما بعد الموت. لذلك إنه ظن أن لن يحور، أي أن لن يرجع إلى الله وأنه لن يلاقي الله سبحانه وتعالى مرة ثانية. بلى، يقول الله سبحانه وتعالى بلى، أي بلى سوف يرجع إلى ربه ويلاقي حسابه. إن ربه كان به بصيرا، فالله سبحانه وتعالى بصير بعباده، يعلم أعمالهم كلها سواء في السر أو في العلن. وإن كنت لوحدك مختبئا في مكان ما وتظن بأن لا أحد يراك، فاعلم بأن الله سبحانه وتعالى يراك. إذن حاولوا في المنزل أن تحفظوا هذا الجزء الثالث من سورة الإشقاق. أحسنتم، بارك الله فيكم. لازلنا ندرس الجزء الثالث من سورة الإشقاق. هل حفظتم هذا الجزء في منازلكم؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن الآن سنجز بعض التمارين لنختبر مكتسباتكم وتعلماتكم. هيا سنملأ الفراغ بالكلمات المناسبة حتى نتم هذه الآيات. وأما من أوتي كتابه، أي نعم، أي أحسنتم، وراء ظهره. أحسنتم، وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. أحسنتم، وراء ظهره. ماذا؟ فسوف يدعو ثبورا ويصلى. ماذا؟ والعياذ بالله. ماذا؟ أحسنتم، ويصلى سعيرا. أحسنتم، ويصلى سعيرا. ويصلى سعيرا إنه كان في أهله. ماذا؟ حزينة. أحسنتم، كان في أهله مسرورا. أحسنتم، أنتم مسرورا. مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى، إن ربه كان به. سمع؟ لا، أحسنتم، إن ربه كان به بصيرا. أحسنتم، بصيرا. إن ربه كان به بصيرا. أحسنتم، بارك الله فيكم. الآن نمر إلى ملء هذه البطاقات بالمعاني المناسبة لتلك الكلمات. إذا لدينا في البداية ثبورا، إذن فسوف يدعو ثبورا. ما معنى ثبورا؟ أحسنتم، أي هلاكا، أي هلاكا والعياذ بالله، هلاكا، هلاكا. أحسنتم. ويصلى سعيرا، ما معنى سعيرا؟
أحسنتم، نار والعياذ بالله. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من نار جهنم. أحسنتم. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. ما معنى يحور؟ أحسنتم، أن لن يرجع. أحسنتم، أن لن يعود، أن لن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وبأنه لن يلاقي الله سبحانه وتعالى، أن لن يحور أي يرجع. أحسنتم، بلى إن ربه كان به بصيرا. أحسنتم، إذن ما الذي سيحدث لمن أوتي كتابه وراء ظهره؟ ما الذي سيحدث له يوم القيامة؟ نعم، أحسنتم، فسوف يدعو بالهلاك، وسيصلى ماذا؟ نارا والعياذ بالله، سيدخل إلى نار جهنم جزاء عمله والعياذ بالله. لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ كيف كان في الدنيا؟ كان مسرورا بعمله السيء. قلنا السرور مطلوب، ولكن بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن الفرح والسرور مطلوب في الدنيا، ولكن لمن عمل خيرا. أما من عمل سوءا فعليه أن يحزن ويندم على عمله. الله سبحانه وتعالى بصير بعباده، يراقب أعمالهم كما قلنا. إذن فكل إنسان سينال ماذا؟ سينال جزاء عمله. ومن عمل خيرا في الماضي كما رأينا في الجزء السابق، من عمل خيرا سيلقاه، ومن عمل شرا أيضا سيلقاه، وهذا من العدل الإلهي ومن الرحمة الإلهية بعباده. إذن انتبهوا أبنائي، لنعمل في الدنيا من أجل الآخرة حتى نفوز في الدنيا ونفوز بالجنة في الآخرة. بارك الله فيكم وحفظكم الله تعالى.